نواصلوا الأسبوع المخصص لحدقاو الشهيوات من عند اختصاصية فن الطبخ والحلويات نجاة من هرهورة اللي موجدنا اقتراحات مميزة جدا. فصباح الخير نجاة. صباح الخير نجاة سناء. كي صبحتي لاباس عليك؟ بارك الله فيك. كي صبحتي وانتوما؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا فيك لاله. على اختك وشكرا لك بزاف على تواصلك الدائم وعلى يعني الاقتراحات اللي قدمتي البارح. لقاو استحسان كثير ديال المستمعات يعني اكثر من 20 ميساج اللي توصلت به. الله يخليك. قول لهم نجاة تعاود لنا دوك البساط الف ان شاء الله نسقوا الاسبوع المقبل باذن الله باش نربحوا يعني الاقتراحات اللي غتعطينا ان شاء الله هاد يومين ونسقوا مع ليلى ام ياسر ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير. تفضل نجاة. اليوم عندي ان بلاطو ديال الحلويات كنت درته في البروفيل ديالي والعديد اللي طلب لي الوصفات وعدتهم باش انا غادي ندوزهم في الراديو ونتمنى يكونوا في الاستماع. اكيد ان شاء الله. مرحبا. البلاطو انا غادي نبدا من اليمين الى اليسار. كاين دي سابلي وزامونت، دي سابلي باللوز راهم مدورين بويض ومسيرين في الشوكولات بيض. العجين 200 غرام زبدة عادية، 200 غرام سكر كلاسي، جوج بيضات، معلقة كبيرة الكونفيتور ديال المشمش يكون جاري ديال الحلوة، وربع معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة غير بيا معلقة، والطحين حسب المقادير القياس. كنخدمو نبداو بالزبدة هي وسكر كلاسي وواحد سميت مهمة، لأن الزبدة ملي كنخلطوها بسكر كلاسي غير بالكف ديالنا كتكون الزبدة واخدة حرارة المطبخ وما نبقاوش نخلطو بزاف بزاف حتى كتولي جارية لأن كتاخد لنا الطحين بزاف غير بالكف ديال يدينا حتى كنلاحظو غير داك السكر بأن دخل في الزبدة صافي ما نبقاوش نخلطو بزاف سميتو باش ما تجيناش قاصحة. كنزيدو البيض، نزيدو الكونفيتور، الخميرة، ونبداو ندخلو الطحين، وهاد العجينة كتكون رطيبة، باش نعرفو القياس ديال الطحين، ما كيبقاش يتلصق لنا في داك الإناء اللي خلطنا فيه العجين. واخا. كنديرو في بلاستيكة، نقرصوها، ونخليوها ترتاح. ندى على الاقل واحد ساعتين ومن الاحسن الى باتت، لان كاع لي صابلي اللي كيتقطعوا بالمرشم كيخصهم يبردوا مزيان ويتقرصوا باش حتى البروده تدخل باش ما كتجيش وحده كبيره وحده يعني صغيره. قد ما بات قد ما احسن. نعم. كنقبوها لالا كندلكوها ما بين البلاستيك اي ما بين جوج بلاستيكات، وكنقطعوها بمرشم دائري مسنن ما يكونش كبير. حساب الحلويات كتحط في البلاطو حتى الا تحطها تصف تبصل ما كتكون شويه هذا كتكون زوينه في المنظر وكتكون ما كتكونش غليظه لان غنديروا وحده مع وحده. كنديروها طيب. ملي كطيب كنوضو نخلطوا الحشوه ديالنا. عندنا 300 غرام شوكولاته بيض محكوك الحكاكه غليظه، جوج معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الليمون جاري، وربعة المعالق كبار الكونفيتور المشمش. هادو كنطحنوهم في ان دو تخوا كتولي لنا عجينه. كان هذا على ما كطيب الحلوه ديالنا كناخذوا هاد اللي طحنا سبحان الله سبحان الله الا جات شويه جاريه نديروها في الثلاجه هي راه كتكون نقصها اون بات. كنقبضوا ديك هاد لافاس كنقرصوها في يدينا جهه وحده تكون رقيقه اللي غادي نلصقوا بها والجهه الاخرى غليظه باش كتبقى الصابلي محلوله بحال الكوكياجه. مفهوم؟ جهه غليظه وجهه رقيقه، وكنصايبوا الصابلي من هنا ومن هنا وهذيك كتبقى غليظه باينه الحشوه ديال اللوز. وكيكون عندنا اللوز مفسوخ ومقلي ومهرمش رقيق. وكندردروه فوق داك الحشوه. بعد لالا كنستفو هاد لي صابلي ديالنا وكنسيروها بالشوكولات بيض. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني واحد لي طارتوليت بالشوكولات واللوز راهما خضر. طارتوليت بالشوكولات واللوز واللوز نعم وفيهم لاباط داموند خضراء. عندنا ربعه ديال الزبده من الزبدة العادية ماشي مانكارين 125 غرام سكر كلاسي، جوج بيضات، معلقة صغيرة ديال روح القهوة أو روح الكراميل،
150 غرام د اللوز محمر بقشور ومطحون غبره وطحين حسب الخليط. فهي كذلك كنديروا الزبده مع سكر كلاصي، نزيدوا البيض، روح القهوه، اللوز، وكنبداو نزيدوا الطحين شويه بشويه. فهي كترتاح، يكونوا عندنا دوك لي مول دائريين بلا ما عندهمش القاع ديالهم. كنلبسوا هاد العجين، كندلكوها، نقطعوها بمرشم دائري وكنلبسوهم. فاللي ما عندوش يمكننا نديرو في لي سيليكون، يمكننا نديرو في لي مول ديال لي طارت غير يكونوا شويه غارقين. كنلبسو هاد العجين وكنبازيو على التحتاني كيكون ملسخ. هذا بحال اللي كنت عطيت واحد لي طارت شحال هادي، كدور حتى كتشوف راه هو ملبس مزيان. وكنثقبوهم وندخلوهم الكونجيلاتور يقصاحو. من بعد لالا كنوجدو الحشوه. الحشوه شنو فيها؟ جوج بيضات، 200 غرام سكر كلاصي، 50 غرام ديال اللوز مطحون بقشورو ومحمر. نحمروه عاد كنطحنوه، 50 غرام ديال الطحين، 50 غرام ديال العجين اللوز لا بات دامونت، ماشي العقده، بات دامونت. 100 غرام الزبده، معلقه صغيره ديال روح الكراميل او روح القهوه اللي درنا في العجين غادي نديرو في الخليط. كنخلطوا البيض، نخلطوا بعدا الزبده مع السكر كلاصي، نزيدوا لها البيض، نزيدوا العجين ديال اللوز، نزيدوا الطحين، نروح الكراميل، وكتكون هذا سائل. يكون واجد عندنا، حتى كيكون واجد عاد كنخرجوا دوك لي مول من الكونجيلاتور. كنقبطوا كنعمروهم بيهم، عاد كندخلوها الطيب. منين لالا كطيب كنخليوها حتى كتبرد، كنزولوها من دوك لي مول ديالها، كندوبوا الشوكلاط، الشوكلاط من مريم، وكنقبطوا وكنغطسوا دوك الطويصات كلهم. منين كنغطسوهم كنحطوهم جانبا فوق واحد البلاستيك، وكيكون عندنا لاباط دامونت اللي هي قد اللوز قد السكر. اللوز الا درناه في الدار كننسخوه ويبس مزيان ليله وحده، والا بحال دابا طيبنا شي حاجه ولا في الفران ولا هذا، غير ما يكونش منين يبدا شويه ينقص الحماوه ديالو كندخلوه. حيت الا طحناه من لا غد كيولي ناعجن، ماشي عقده، باش كيولي غبره. كنطحنوه مثلا، عطيه القياس هذا، مثلا ربعه ديال، كننزيدو عليها ربعه ديال السكر كلاصي، ونديرو واحد المعلقه ولا جوج ديال الماء غير باش تجمع لنا. نبداو نعركو، وهذا كاين اللي كيدير بيض بيضه. هذا كتجمع، وكدير واحد القطرات تاع كتزدي عاوتاني ديال روح اللوز. وكتجمع. ولا كتمشي تشرى، غير اللي كتشرى كتكون قاصحه شويه في الفوندون في هذا من اللي كتكون شويه هذه الطبق ديال وكتكون ثمن مناسب فعلا. هذه كنزيدوا فيها الروح ديال البيستاش والملون اخضر. كنقبطو كندلكوها ما بين الميكا، وكنعاودوها بواحد المدلك مشرط، وكنبداو نقطعو بدوائر قد دوك لي مول اللي درنا تارتوليت، باش كنحطو بحال شي غطايه. مفهوم. هذا وكتكون عندنا لي نوازيت او لوزه على حسب هذا، هي غير باش كتجي مقوره. كنديروها في الشوكولاط ونحطوها من الفوق، راه تشوفيها في المنظر هذا، شفتي البلاطو. الله يعطيك الصحه تبارك الله. عندنا سميتو عندنا لي كاتريسات، هذه حلوه مستطيله في سيليكون، كتبدا باللوز ومهرمش والشوكولاط. عندنا لالا 100 غرام الجليكوز، 100 غرام السنيده، 10 غرام د الماء ما يعادل معلقه كبيره، 100 غرام الزبده العاديه، 200 غرام اللوز مهرمش. في كاسرونه فوق النار مهيله كنعملوا الجليكوز زائد الماء سنيده، وكنديروهم نخليوهم حتى كيعملوا الكشكوشه، ولكن اللون يبقى هو هذاك ما يتغيرش اللون. واخا. من بعد كنزيدوا ديك 100 غرام الزبده اللي عندنا وحنا كنحركوا. منين كتذوب الزبده مباشره كنرميو فوق منها اللوز مهرمش، ما محمرش غير مهرمش.
كنرميو اللوز ونحركو ونطفيو غير على ما يدخل فيه هذاك اللوز. مفهوم. ونخليو حتى كيبرد. ما نخافوش راه ما كيجمد ما حتى شي حاجه، كيولي بحال العجينه. كناخذو سيليكون اس اف 025 راه هو مستطيل وبلا كيجي ماشي ما غارقش بزاف. واخا كناخذو هاد سميتو النوكا ديالنا وكنبغي بيدينا كنبداو نبسطوها باش كتاخذ داك الحجم ديال داك السيليكون. وهاد المقادير كيديروا 40 حبه. كندخلوهم الفران ونديروا بالنا معاهم لان كتبدا بحال كدا الديع وكتبدا تطلع. كنخرجوها ما نخافوش وناخذوا واحد موس ولا شي حاجه ونبداو نقادو جنب بحال كنبداو ندخلو ونقادوها ونبسطوها. وكنخليوها كتب حتى كنحسو باللوز ديالنا تحمر من الفات. الا بقى بيض من الفوق كنعاودو نشعلو عليه العافيه غير شويه ولكن حنا واقفين معاها راه دغيا كتلعب. تنخرجوها على ما تبرد شي شويه كندخلوها الكونجيلاتور لان ما نقيسوهاش ديك الساعه. اي مفهوم. منين كتبرد ومزيان وتقصح في الكونجيلاتور كنزولوها وندوبو الشكلاط ديالنا في بان ماغي ونمسحو داك السيليكون مزيان. ونعاودو نديرو معلقه صغيره ديال الشكلاط وناخذوا ديك الحلوه ديالنا من جهه ماشي الجهه الملسه هي اللي نخليوها الفوق الجهه اللي كتكون مشوكه. اييه هي اللي كنديروا في الشوكولات. ونخليوه حتى نطخيوها عاوتاني في الثلاجه باش تاخذ الفورم ديال الشوكولات. ومني كنجيو نستفوها راه كنديروا جهه اللي فيها الشوكولات وجهه هكا وحدها باش كتعطي داك المنظر. باش كتعطي المنظر. عندنا لالا هذه الحلوه صابلي وسوريز. واخا يا سوريز هذوك السوريز الكبير الاحمر. عندنا 100 غرام الزبده هذيك اللي لومبلاج ديالها صفر مذهب. 100 غرام سكر كلاسي اصفر بيضه و هذا السكر كلاسي دائما النوع الممتاز سبيسيال. فاني من الاحسن هذاك اللي غبره مليحه دائما لخنا لي صابلي نديرو فيهم شويه د الملحه. الطحين حساب القياس حتى هي الزبده ونخلطو سكر كلاصي نزيدو صفر د البيض الفاني ونبداو نزيدو الطحين شويه بشويه في الثلاجه حتى كترتاح. كناخدو من بعد كندلكوها بالمدلك وتكون شويه غليظه. فكرتي كناخذو من هاد العجين كناخذو واحد شويه منها هاد العجين. لا سمحني كناخذو هاد العجين كندلكو ها بالمدلك كنقطعوها بمرشم دائري مسنن حتى هو. كاينين واحد الطوابع دوك القبطه ديالهم بالخشب كانوا كيديروهم بالكونفيتور هذيك كنعملوها كطيب. ملي كنعملوها طيب كنوجدو الكرامب او داك ما يسمى مكسكسه العجينه. تكون عندنا 50 غرام الزبده العاديه 40 غرام سنيده نص اصفر بيضه كنديرو اصفر البيض حدانا وناخذو غير بيدينا قيمه نص اصفر وحده. كنخلطو هادشي ومن بعد كنبداو نجمعوها بالطحين. وكتكون شويه قاشعه. الى وكناخذو كنبداو نحكوها في الحكاكه غليظه نبداو ندوزوها الى ما بغاتش هي سبحان الله. هي راه كدوز سبحان الله الى ما كان شيء نديروها غير واحد شويه في المجمد. واخا كناخذوها كنبداو نخرجوها في ديك الحكاكه الغليظه. سمح لي لالا سناء ما غاديش طيب الصابلي. كنخليوها خضراء كنقطعوها بداك المرشم قلت لك دائري. وناخذو الصابلي كندهنوها ببيض البيض وناخذو هاد الكرامبل ديالنا اللي حكينا في الحكاكه الرقيقه. وكنهزو كنعمرو الصابلي من الوجه ديالها. كنعمروها مزيان ويكون عندنا ديك لي سوغيز الاحمر كنقسموه على النص ونحطوه في الوسط نغمسوه في بيض بيضه ونحطوها في الوسط عاد كندخلوها الطيب. اييه
مفهوم وسهلة. لا لا بالعكس مفهوم ويعني الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. ما كيتصور مشكل ما بقاشنا الوقت بزاف. اييه واخا باقيين لي زوفيل سيتروني بالصفر واخا نص كيلو د اللوز مفسوخ ومطحون اييه جوج ابيض البيض 300 غرام سنيده وحامضه محكوكه ومعصره اييه الكلاصاج عندنا 200 غرام سكر كلاصي نص كاس د الحامض معصر جوج قطرات ديال الملون اصفر والعقيق بيض. الطريقه كنطحنوا اللوز غبره كنزيدوا عليه سنيده بيض البيض وديك الحامضه المحكوكه والعصير كنخلطوا هادشي كله وكنطلقوها ما بين ميكا وكتكون غليظه العرض ديالها 1 سنتيمتر حتى ل 1 سنتيمتر ادمي بمرشم اوفال كنقطعوها كنديروها طيب واللوز راه دغيا كيصاب غير نحسو بالتحت شويه بدا كيتحمر صافي كنخرجوها باش كيبقى معلق ما خليوهاش حتى كتقشع. كناخدو على لا داك الكلاصاج ديالنا كناخدو سكر كلاصي غير العادي ما يكونش سبيسيال نديرو في زلافه نديرو له نقطه ديال الملون الاصفر وكنبداو نكبو عليه عصير الحامض شويه بشويه وحنا كنخلطو بالفورشيط. اييه. نبقاو نخلطو 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 حتى كتولي عاقده ما تكونش جاريه. كتولي عاقده بزاف كوم اون كريم. منين كطيب ديك الحلوه ديالنا وتبرد كنبداو نهزو بالمعلقه وندهنو فوق منها الجناب وكلشي ونملسو. وناخدو عقيقه بيضاء ونحطوها ونديروها فوق واحد البلاستيك باش عاد كتاخد لافورم راه هي كتبدا تديها ما تكونش جاريه الا كانت جاريه راه كلها غادي ما غاديش فعلا. وكاينين كيكات صغار في السيليكون موش نخليوهم حتى لغدا ان شاء الله ان شاء الله ما بقاش لنا الوقت. تبارك الله عليك على نجات. الله يعطيك الصحه مشكوره جدا على هاد الاقتراحات يعني بلاطو مشكل ديال الحلويات يعني بريستيج.